روتين الصيف بيختلف شوي صغيرة عن روتين الشتاء، بدكن تشوفوا شو لازم تزيدوا على روتينكن، احضروا هذا الفيديو. الغسول هو مسألة كتير مهمة حتى نقدر نجدد الخلايا وننظف المسامات كتير منيح، خاصة إذا بالغسول في فيتامين سي. تنظيف البشرة جداً مهم أنه يكون بشكل دائري حتى نقدر نغلغل هالصابون يلي موجود أو اللي عم نستعمله داخل البشرة. التونر كمان لازم يكون في AHA, BHA و PHA حتى يخفف إفرازة الدهون ويشيل أي أثار حبوب. التونر لازم يكون بشكل طبطبة إن كان بالقطنة أو بإيدنا بشكل مباشر. الفيتامين سي ما قلنا غنى عنه، هو ممكن نستعمله الصبح قبل ما نظهر من البيت، خاصة حتى نقدر نشيل أي دمج حققته الشمس على بشرتنا خلال فترة الصيف. الهيالورونيك أسيد مادة كتير مهمة لازم نزيدها على روتيننا خلال فترة الشتاء حتى تقدر تحافظ على الرطوبة الداخلية للبشرة، ومن حتى الطقس البارد يلي ممكن يأثر على بشرتنا ويخفف نسبة الرطوبة فيها خاصة بمنطقة الخليج لأنه البرودة هي جافة جدا. ما لازم تنسوا السان بلوك، بس لأنه ما عم نتعرض بشكل مباشر للشمس ممكن نستعين بالسبراي.